أطفال الاحتياجات الأساسية للحياة، لا أقول الكماليات، لا نريد رحل، لا نريد اتصالات، لا نريد سيارات، لكن نريد أن يكون راتبنا يكفل الاحتياجات الأساسية للحياة اللي هي حق عالمي، حق التعليم، حق الطعام، حق الشراب، حق المأوى. هل يكفل راتب المعلم حق التعليم؟ هل يستطيع المعلم في فلسطين أن يعلم أبنائه في الجامعات على حسابه الشخصي؟ أتحدى. الوضع طبعا سيء جدا للمعلم، وهذا الوضع السيء للمعلم زي ما تفضلت زميلتي قبل شوي، فقد الشيء لا يعطيه. المعلم اللي بيروع على البيت مش قادر يدرس أولاده في الجامعات، يعلم كل الناس وأبنائه يحرموا من التعليم العالي، وفي نفس الوقت إنه مش قادر يطعمهم زي الناس. دراسة مطالب المعلمين، المطالب مدروسة ومقدمة للحكومة من قبل الوطن. قضايا التقاعد هذه كتير مهملة بالنسبة للمعلمين. أنا معلمة صار عمري 50 سنة بستنى قانون ينصفني عشان أتقاعد، قانون إني أشتري سنوات الخدمة. الوزارة بتحولني على هيئة التقاعد، وهيئة التقاعد بتحولني على الوزارة، ومش عارفة حتى اليوم إني أرتاح أقعد في بيتي يوم زي الناس. يعني أنا صار عمري 50 سنة، المفروض إني خلص بكفي، يعني أنا تعبت. فيش نظام تقاعد، ما فيش نظام تقاعد منصف للمعلم نهائيا. الطلاب أبنائنا أولا، ولو ضربنا عدد صغير معدل 45 معلم، 45 ألف معلم في 3 طلاب، نصف طلاب المدارس هم من أبنائنا، ونحن الأحرص على الطلاب من الذين يزاودون علينا، نحن الأحرص، ونحن نشتاق لطلاب أكثر من أهاليهم. بعض الأهالي يبعثوا بأولادهم إلى المدارس التخلص منهم، بس إحنا نتحملهم ونعطيهم بقدر ما نكون مستعدين لتعويضهم. وممكن كمان إنه يعملوا لنا برنامج تعويض، بس الحصص اللي راحت مستحيل تتعوض. إحنا ما عندهم ياخذوا حقوقهم، والأساتذة كلهم عراصنا من فوق، بس إحنا بدنا نتعلم كطلاب توجيهي بالتحديد. المعلمين كالآباء، يعني هم لهم مطالب ولهم فترة بيطالبوا في هذه المطالب يعني، لكن ما في استجابة. فالمواطن أصلا أو ولي الأمر لازم يتضامن مع المعلم، لأنه له حقوق بيطالب فيها من مدة، يعني له من سنين بيطالب فيها. فيش حدا بسمع، يعني ما في حدا متقبل لحتى الآن. لحتى الآن الكل بتهرب من المسؤولية، وهذه مسؤولية الجميع. ثالثا، النقاط الهزيلة، الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين هو الإطار الشرعي. نطلب من الحكومة تلبي مطالب المعلمين وتوقف مع الشارع. احنا وقفنا مع المعلمين وبنحترمهم، وهي رسالتهم احنا بنقدسها، ولكن غياب 22 يوم العطاء لاولادنا راح يأثر على العام الدراسي كاملا. يعني احنا بدنا اول شيء بدنا نعلم اولادنا. يعني امبارح في الاذاعات المحلية كلياتها قالوا في مدارس عن اليوم، صح ولا مش صح؟ وقالوا سمعت على المدارس، رنين على مديرة المدرسة وقالوا في مدارس، وبعثوا الأولاد طلعوا كيلو وشوية مشي على رجاليهم الصبحيات مشي، ولما وصلوا المدرسة لابوا لي عم في إضراب مش مدارس، فرحنا للمدير قلنا هيك تيكت، لابتقول أنا والله شخصني أنا جاني أبر من التربية والتعليم، فيش مدارس اليوم، عملت مضربات، طيب هذا كله على حساب مين هذا؟ وهذا اللي بدنا إياه، وبدنا نعلم أولادنا إحنا.